فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة. نعم، هم العلماء مجمعون على تحريم التشبه بالكفار. نعم. في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض المسائل فهذا لا يضر الإجماع، إذا أجمعوا على الأصل فلا يضر إذا اختلفوا في بعض الفروع هل تدخل تحت هذا الأصل أو لا تدخل، فهو ليس اختلافا في الأصل وإنما هو اختلاف في أفراد بعض المسائل هل تدخل أو لا. فلا يقول أحد إنهم اختلفوا في كذا وكذا هل هو تشبه أو غير تشبه، فهذا يدل على أن التشبه لا يحرم لأنهم اختلفوا فيه. نقول له: هذا ليس اختلافا في الأصل. نعم. الأصل هم مجمعون على تحريم التشبه بالكفار، ولا يقدح فيه أنهم اختلفوا في بعض المسائل هل تدخل في التشبه أو لا. نعم. قال رحمه الله: مثل ما نقله الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال: أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم، وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه. نعم، هذا الأثرم من كبار أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه، يقول إنه سأل الإمام أحمد عن لبس الحرير في الحرب، في الحرب يعني وقت المعركة. نعم. لأن المجاهد يلبسه لأجل إغاظة الكفار، يعني في هذا إغاظة للكفار إذا رأوا المسلمين يلبسون الحرير، هذا يدل على قوتهم. وأيضا الحرير يكون له فائدة في بعض الأحيان، مثل أن يكون في الإنسان حكة شديدة حساسية فيلبسه من أجل ذلك. والأصل في الحرير، في لبس الحرير، أنه حرام للرجال، لكن يستثنى من ذلك بعض الأحوال. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن لبسه في الحرب قال: لا بأس به، نظرا لما فيه من المصلحة. نعم. قال: وسمعت، يعني فيكون وإن كان بعض العلماء يرى تحريم ذلك، فهذا يدل على أن اختلافهم في بعض الفروع لا يضر الأصل. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال: أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم. قال: وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه نقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق، فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. قال: كرهها قوم. نعم، هذا يرجع إلى أصل، وهو أن العوايد والصفات الخاصة بالكفار يحرم علينا أن نتشبه بهم، هذا في الأمور الخاصة بهم. أما الأمور العامة كاللباس والحزام الذي يكون في الوسط لأجل العمل أو لأجل الجهاد في سبيل الله، فالكفار يعملون هذا، كانوا يحزمون أوساطهم، فلا يمنع المسلمون من شد الوسط عند الحاجة، لأنه ليس الغرض من هذا التشبه، وإنما الغرض من هذا التقوية على العمل. والحياصة أو المنطقة هي الحياصة، وتكون محلات يعني في شيء من الفضة، يباح حلية المنطقة بالفضة ليشد بها وسطه. نعم. هل يمكن أن يكون شيء من خاص الكفار؟ يمكن يكون عاما لو كثر في الناس وفشاء؟ قد كان في زمن ما زمان خاصا. لا، وإذا كان أصله للكفار فلا يجوز ولو كثر، لا يجوز، لأن نظرا للأصل. أما إذا كان إنه ما هو خاص الكفار فإنه لا يحرم هذا، لأن هذا مشترك بيننا وبينهم.